ان الحلم حمادي كانت في ديك طرف الشباب وفي ديك تيرا الحفره كانت مدرسه بيبي والمينيم والكاردي والجونيور، وكانت الاحياء تتلعب، وكان عربي الزاوي رحمه الله بالعربي ينقب وياتي حينما تخرج من الدار ديال بالعربي تقوم بمسح بانورامي فتجد الاسماء. لا استطيع لا يمكن ان اقول كل الاسماء، اقول لا ولا بعضها، اسماء كثيره تنتف الى دار المنيسرين، تمضي الى الاعلى الى المناجوج الى دوره مذاكره. كل هذه هذا الحي هذه الجغرافيا كلهم كانوا ممثلين في مؤتمر كبير اسمه الاتحاد الغذائي. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم خير الوالي استاذ التربيه البدنيه واطار وطني مدرب مكون في مجال كره القدم. تواصلي ما بين جميع فعاليات ديال الحي المحمدي من اجل الحديث على التسيير داخل الحي المحمدي وخايدين نموذج فريق الاتحاد البيضاوي. دونك يعني التسيير اللي كنا نشوفه دابا داخل فريق الاتحاد البيضاوي هو تسيير فيه مجموعه ديال الهفوات اللي ضاره بالفريق، يعني ما خلاتش الفريق يزيد الى الامام. حنا في هذا اليوم هذا بغينا نخرجوا من بعض مخرجات بعض النقط اللي نوصلوها للمسؤولين، وكنتمنى ياخذوها بعين الاعتبار وياخذوها بصدر رحب، لان الهدف ديالنا ما باغي نضروا حتى واحد، ما باغي نجنيو على حتى واحد، ولكن كيهمنا هو اللي كيهمنا هو فريق الاتحاد البيضاوي. بغينا يولي يتحط في السكه الصحيحه ديالو بمسيرين في المستوى، تكون عنده اداره تقنيه كيف كنقولوا بقوامها، ويزيدوا لنا بالنادي الى الامام. هذا هو الهدف. هذه الحاله الا بقى غادي بنفس السياسه اللي غادي بها دابا، كل يعني من المنتظر انه يندثر بحال جميع الفروق اللي اندثرت على مستوى البطوله الوطنيه. الحل الانسب هو المسيرين داخل فريق الاتحاد البيضاوي نزلوا الارض ويبركوهم. عندنا طاقات داخل الحي المحمدي، عندنا طاقات كبيره لا على المستوى التقني لا على المستوى الاداري، بركوا معاهم ريحوا ووروهم الخلل ونحطوا الفريق اداريا وتقنيا في السكه ديالو اللي خصو يتحط فيها باش ما يبقاش عايش مشاكل. شكرا، بارك الله فيك.